بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب السادس من الكتاب الثالث والستين، كتاب مناقب الأنصار، باب أتباع الأنصار. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه الحديث 33 بعد 803,000، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قالت قالت الأنصار، زيد بن أرقم قال إيه؟ قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، يعني إيه منا؟ يعني إيه على درجتنا يعني، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به، فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى قال قد زعم ذلك زيد، يعني كأن إيه جابوا من طريق آخر عن طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا، يعني زود لك طريق تاني. وعنه به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قالت قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعا، وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو فذكرته لابن أبي ليلى، هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال قد زعم ذاك زيد. قال شعبة أظنه زيد بن أرقم. باب فضل دور الأنصار، ودور الأنصار اللي هي إيه؟ أسر الأنصار وقبائل الأنصار وإيه وبطون الأنصار. وعنه به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، أخوال النبي طبعا من الرضاع، يبقى بنو النجار أفضل الأنصار، أفضل دور الأنصار بنو النجار، والفضيلة هنا والخيرية بالتقوى وليس بالوجاهة الاجتماعية ولا بالأموال ولا ببسطة الأبدان ولا شيء، بالتقوى بالقلوب. خير دور الأنصار بنو النجار، ثم يليهم على طول بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. لكن كل بقى دور الأنصار بعد كده كلهم أهل خير، لكن التفاضل ده تفاضل عند الله، فحتى أهل الخير متفاضلين فيما بينهم، زي ما الأنبياء كده هم أفضل خلق الله ولكن الله فضل بعضهم على بعض. وفي كل دور الأنصار خير، يعني ما لم أذكره ليس معناه أنه ليس من أهل الخير، بل كل دور الأنصار فيهم خير. فقال سعد ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، يعني خلنا احنا في ذيل القائمة يعني، سعد بن عبادة. فقيل قد فضلكم على كثير، إذا كنت أنتم من ألف كل دور الأنصار خير، طب هات بعد كده بقى إيه بقية قبائل العرب، هتلاقي نفسكم متقدمين على كثير. قد فضلكم على كثير
ايه من غيركم يعني من سائر العرب. وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا قال أبو أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال سعد بن عبادة وعنه به قال. يبقى بين لك هنا مين سعد مين، لأنه ممكن تبقى سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة. فإيه جاب لك الرواية الحتة الأخيرة دي إيه؟ عشان يحدد سعد المبهم، لأن سعد محتمل حاجتين، يا سعد بن معاذ يا سعد بن عبادة، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير الأنصار، أو قال خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدة. وعن أبي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، فلحقنا سعد بن عبادة. فقال أبا أسيد ألم ترى أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ شفت جبر الخواطر في الكلام، كفاية أن كنتم من إيه الخيار هنا، يعني من أهل إيه من أهل الخير، يعني مش الخيار اللي احنا بناكله، فاهم؟ الإمام الشبلي كان ماشي في سوق بغداد، والإمام الشبلي ده من رجال الرسالة الكشيرية، كان من الأولياء الكبار. أنا زرته، ربنا كرمني وزرته في بغداد، والله قبره كأنه يا أخي روضة من رياض الجنة. أول ما دخلت كده حسيت براحة عجيبة في قبري هناك في ضريحي في بغداد، ربنا يعني يعيد إليها السكينة وسائر بلاد المسلمين. الإمام الشبلي بقى كان إيه يعني ابن نكتة بلغة المصريين، كان يعني خفيف الظل. فكان ايه ماشي في سوق بغداد، فلقى واحد بيقول ايه الخيار بدرهم، قام قال له والاشرار بكام؟ راجل بيبيع خيار، فهمت ده؟ فبيقول الخيار بدرهم، قال له والاشرار بكام؟ فهو كان راجل لطيف سيدنا، كان من لطفه برضه يقول لك ايه بيسالوه بيقولوا له ايه لماذا السوس اذا كان مع القمح طحن معه وإذا كان مع الفول لا يطحن معه؟ حاجة ملحوظة كده، لو السوس موجود في الفول وجيت دقيت الفول تلاقي السوسة ما يجرالهاش حاجة تطلع سليمة، لكن لو كان معاه مع القمح ايه تموت مع القمح تتطحن. قام رد ويقول لهم ايه، قال لهم صحبة الكبار فيها النجاة، لأن السوس لما صاحب الفول والفول كبير فنجا، ولما صاحب القمح والقمح صغير فرح في داهيه. يعني معناه ايه؟ انك انت تصحب الكبار تقوم ربنا ينجيك يا سيدي. شفت طريقه نظرته للامور يعني مختلفه، الاولياء كده تلاقي ينظر للامور البسيطه اللي الناس ما تاخدش ياخد منها العظه والعبره، رضي الله عنه ونفعنا الله بهم. يبقى بحسبكم أن تكونوا من الخيار. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عارف أن إيه حيمر على الإسلام والمسلمين حكام ظلمة كتير وأزمنة هتبقى فيها صعبة من نواحي السياسية والإدارية والحاجات دي كلها، حيمروا ببلاوي. قال لهم بقى اخرجوا على الحكام واعملوا ثورة وفجروا نفسكم وهدوا البيوت واقتلوا بعض، ما قال لهمش كده، قال لهم اصبروا حتى تروني على حوضي، حتى تلقوني على حوضي.
ليه؟ لأن ظلم الحاكم من قدر الله، لأن كيفما تكون يولي عليكم. لما بيبقى الناس مش وحشة ربنا بيجيب لهم وحش عليهم من جنسهم، فده قدر الله، فهتقف ضد قدر الله يهرسك، تروح في داهية. اللي يقف ضد قدر الله يروح في داهية. هو ربنا الوقت عايز خلافة راشدة الآن؟ النبي قال ما قالش ان في خلافة راشدة الآن، الا لما ينزل عيسى ابن مريم. يجي لك ناس مش قارية السيرة ولا قاريها ومش فاهمة، يقول لك لا احنا عايزين نعيد الخلافة. هتعيد الخلافة يعني تقف ضد قدر الله؟ الايمان والفقه يقتضي انك انت تعرف قدر الله وكيف تحفظ دينك مع تغير الاقدار، تتعامل مع القدر بطريقة تحافظ فيها على دينك، مش انك انت تحطم القدر. فهمت ازاي؟ سوابق الهمم لا تخرق اسوار القدر، مهما كانت همتك عالية لن تغير قدر الله. وعشان كده النبي اخبرنا باخبار امته ليوم القيامة، قال 30 سنة خلافة راشدة، بعدها ملك عضود، بعدها غياب الائمة وكثرة الفرق. مش قايل كده المراحل؟ مش قايل المراحل دي كلها؟ قالها لنا. طب في اي مرحلة من المراحل قال لنا ايه؟ اخرج على الحاكم او اعد الخلافة؟ في حديث واحد بس قال لامته اعيدوا الخلافة عند غياب الامام؟ ما فيش خالص. لكن الاحاديث دي عند مين؟ عند بتوع الفرق اللي طالعين دول، ابو الاعلى المودودي، سيد قطب، حسن البنا واتباعهم. فهمت ازاي؟ وبالتالي ايه؟ عاشوا حياه صعبه. ليه بقى؟ لانهم ارادوا ان يخرقوا اسوار القدر فحطمهم القدر، عاشوا حياه صعبه مساكين، يعني ربنا يعفو عنهم وعنا. ليه بقى؟ بسبب جهلهم بقدر الله وبما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يغيروا قدر الله. مستحيل تعرف تغير قدر الله. فهمت ازاي؟ ولكن كيف تتعايش مع قدر الله؟ كيف تعيش مؤمن مع قدر الله؟ قدر عليك المرض، كيف تكون مسلم وأنت مريض؟ قدر عليك العافية، كيف تكون مسلم وأنت في العافية؟ قدر عليك الغنى، كيف تكون مسلم وأنت غني؟ قدر عليك الفقر، كيف تكون مسلم وأنت فقير؟ قدر عليك الخوف، كيف تكون مسلم وأنت خائف؟ قدر عليك السلطة، كيف تكون مسلم وأنت في السلطة؟ فهمت؟ قدر عليك أي شيء، فأنت لا تستطيع أن تغير القدر، لكن كيف تعيش مع القدر؟ فقه الحياة مع القدر، فدي عايزة فقه كبير. فهمت ازاي؟ اللي هو إدراك الواقع والتعايش مع الواقع، بحيث أنك لا تتنازل عن دينك ولا تذوب في الواقع وفتن الزمان. إياك إياك أن تذوب في فتن الزمان وأن إيه؟ وأن تهادن الواقع فتجعله يدخل في قلبك فيؤثر على دينك. آدي الحكاية. فالنبي قال للأنصار إيه؟ اصبروا، يعني اصبروا من خلال الأنصار كل أمته بقى، حتى تلقوني على حوضي. ما قال لهمش إيه؟ انشئوا فرق، ولا جاهدوا بعضكم البعض، ولا اقتلوا بعضكم البعض، ولا فجروا أنفسكم وقولوا عليكم استشهاديين، ولا هدموا الايه الدور على العباد، ولا قتلوا اهل الشرطه واهل الجيوش المصريه والعربيه، ويتركوا الجيوش الاسرائيليه. لم يقتلوا اسرائيلي واحد، وقتلوا كم جندي مصري وكم جندي وكم شرطي مصري، ولم يقتلوا اسرائيلي واحد، يهودي واحد، عشان تعرف بس ايه الضلال اللي هم فيه. باب قول النبي لكن في اسلام امريكاني بقى، الاسلام الامريكاني حاجه تانية، الشعب يريد تغيير النظام، فجر نفسك، اقتل نفسك. ده اسلام امريكان، اسلام كاوبوي، ده ما نعرفوش، ده مش على مذهب الامام الشافعي ولا على مذهب، ده على مذهب مين؟ الامام ترامب والامام باراك، واخد بالك ازاي؟ ائمه الكفر، انهم لا ايمان لهم، فهم ماشيين على مذهب ائمه الكفر، يقوم ايه؟ يخربوا بيوتهم بايديهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قاله عبد الله ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله
ألا تستعملني كما استعملت فلانا، يعني توظفني، تستعملني هنا يعني تديني وظيفة يعني. ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال ستلقون بعدي أثرا. أثرا يعني إيه؟ يعني أثرا يعني استئثار بالإيه؟ بالوظائف. يعني كأن الأنصار مش هيشاركوا في الوظائف كثيرا، يعني كل الولايات والحاجات دي هتبقى إيه؟ متبادلة بين المهاجرين. الأنصار هيستبعدوهم من إيه؟ من الولايات ومن الإدارات، لكن لا يستبعدوهم من الحاجات الاستشارية. مثلا استشار سيدنا زيد بن ثابت وهو من الأنصار، استشاروه في جمع القرآن وجعلوه مسؤولا عن جمع القرآن، لكن جمع القرآن مش ولاية على المسلمين. فهمت ازاي؟ يعني بعضهم تولى بعض مناصب الإفتاء، والإفتاء ليس قضاء. فهمت ازاي؟ بين المسلمين وهكذا. يعني النبي بيقول لهم ايه؟ ستلقون أثرة بعدي أثرة فاصبروا. ولا قولوا لا احنا عايزين حقنا، احنا زينا زيكو. قال لهم اصبروا، ببساطة كده. الحياة كلها قصيرة. يعني ما قال لهم اصبروا يبقوا سلبيين؟ يعني النبي بيأمر بالسلبية؟ ما هو ما بيقولك يعني ابقى سلبي. لا يا سيدي، ما تبقاش سلبي، لكن في نفس الوقت لا تكن آمرا بالمعروف فينبني على أمرك بالمعروف مفسدة أشد. الحكاية عايزة فقه. ده أحيانا الواحد يبقى شايف المنكر أمامه وعارف أنه منكر وينكره بقلبه ولا ينكره بلسانه، لأن إنكاره في اللحظة دي يؤدي إلى منكر أشد، فيقوم يسكت ويبقى الصمت ساعتها هو الإيجابية. وللمسألة دي عايزة ده فقه عزيز، مش كله يعني عايز حكمة. عارف الحكمة اللي هي إيه؟ إدراك مناسبة الأشياء بعضها البعض، متى أفعل الكلام في الوقت المناسب عند الأشخاص المناسبين، ومتى لا أقول الكلام. يبقى إدراك المناسبة دي هي حكمة. فهمت إزاي؟ عشان كده الطب سموه حكمة. ليه؟ لأن يدرك المناسبة بين المريض ومرضه فيحدد له العلاج المناسب والغذاء المناسب والراحة المناسبة، فسموا الطبيب حكيم عشان كده. يبقى الحكمة إدراك المناسبة مع الواقع بحيث أنك تستطيع أن تمر بسلام فلا تفسد الواقع. إنكم ستلقون بعدي، قال ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. يبقى الإنسان في زمن الفتن يعمل إيه؟ يتقن صنعته، يحرص على ما ينفعه، يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، يحصل الرزق الحلال، يعبد ربه كلما إيه؟ فرغ من عمله، ويستمر على هذا ويورث هذا الدين لأولاده ودائرته المحيطة به. فإذا مات على هذه الحال يبقى نجا وعمل اللي ربنا مطلوب طلب منه. لما ما يعمليش بقى ايه؟ جماعات وخلايا وبتاع ويقعد يفجر الناس ويفجر الشباب بعضهم في بعض. ما ينفعش كده، ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. يبقى الإيجابية انك انت تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله ولا تعجز. الإيجابية ان تبدأ بنفسك ثم بمن تعول. فهمت ازاي؟ والصبر يكون ايه؟ للدائرة الخارجة عنك التي لا تستطيع ان تتعامل معها، دائرة الحكام وجمع المسلمين والسياسات العامة، دي ليست من دائرتي انا، ربنا لم يقمني فيها. فهمت بقى ازاي؟ كل على حسب الدائرة اللي ربنا اقامه فيها هيسأله. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين. يبقى الإقطاع ده كان من أيام النبي أهو. الإقطاع كان يقطع لبعض الناس اللي تحسن الإدارة مساحات من الأراضي لا يملكها أحد، يحسنوا إدارتها فيحيوها فيحيوا بها العباد. فهمت إزاي؟ قال اسمه الإقطاع، وده اللي عمله محمد علي. هو محمد علي لما مسك مصر ازاي نهض بمصر وجعلها امبراطورية كبيرة؟ عمل الاقطاع، مسك المساحات الكبيرة الزراعية اللي في مصر التي كان لا يملكها احد، وكان اللي فيها ناس بيزرعوها
تحت وطئة المماليك وتحت الكرابيك، عمل ايه؟ ادى اقطاعيات كبيرة للأشراف وللناس اللي تحسن الإدارة. فهمت ازاي؟ ده يديله قطاعيه 100 فدان، ده 500 فدان، ده 1000 فدان، ده 200 فدان، وبعدين نظم الري وعمل القناطر وعمل بتاع، فانتشرت ايه؟ الزراعه، وصارت الزراعه بتزرع بطريقه تدي محصول استراتيجي. يعني اما تزرع 2000 3000 فدان محصول واحد، يبقى انت غرقت السوق، كفيت السوق. فهمت ازاي؟ لان الاقطاع يؤدي ايه؟ الى استثمار المال، استثمار مؤثر في الاقتصاد على مستوى الحكام. الحكم جالك بعد كده عبد الناصر عمل ايه؟ القضاء على الاقطاع، مسك الاراضي الزراعيه قطعها خمس فدانين خمس فدانين خمس فدانين خمس فدانين، وادى لكل واحد، وكل واحد يزرع زي ما هو عايز، ده يزرع فجل وده يزرع خيار وده يزرع قمح وده يزرع قطن وده يزرع قته وده يعملها شجر موالح وده يعملها شجر مانجا، ما بقاش في محصول استراتيجي. ضاعت الزراعه في مصر. فهمت ازاي؟ ولما ضاعت الزراعه في مصر، لقى الزارع انه بيزرع ما بيكسبش واولاده بيكبروا، فابتدى يبني الاراضي القصبه يبنيها سكن لاولاده، فبدل ما يحط حب وناس تاكل بقى يحط زلط وايه وطوب واسمنت عشان اولاده يسكنوا. وادي كان بسبب خراب مصر. فهمت ازاي؟ ادي كان بدايه خراب مصر بهذه الصوره. يبقى كان بدايه عمار مصر الاقطاع، ان يحصل اقطاع، اقطاعيات كبيرة، بحيث انها تؤدي الى استثمار استراتيجي يؤثر، لان ساعتها هيبقى فيها سياسة واحدة على مساحة كبيرة تقوم يقدر ايه يتحكم فيها ويحسن ادارتها ويطلع منها. ادي معنى. لكن احنا تربينا ان الاقطاع ده شيء ذميم، ومن مجازات الثورة القضاء على الاقطاع. الاقطاع اعوذ بالله، مش احنا تربينا على كده جيل الثورة، في حين النبي كان يقطع الاقطاعات. واخد بالك ازاي؟ كان عايز يديهم البحرين للانصار، خدوا البحرين، البحرين دي على الساحل مشهوره بالصيد ومشهوره باستخراج الاحجار الكريمه من البحر، وبعد كده بمرور الزمن خرج البترول فيها كمان، يعني بلاد مليانه خير. فكان عايز يدي اقطاعيه البحرين دي كلها للانصار يستثمروها ويديروها بمعرفتهم ويستخرجوا منها الخير، فاذا كثر الخير عم على البلاد. فهمت؟ صحيح ان الاقطاع انبنى عليه مع سوء الادارة بمرور الزمن بعض المظالم، فليس معناه ان اصله خطأ، لا، ادارته اللي كانت خطأ. يبقى كان المفروض اننا نحسن الادارة ونغيرها ونشرف عليها ونقنن القوانين اللي تضبط العلاقة بين المالك وبين العامل، مش اننا اقضي على الاقطاع بالكلية. فهمت؟ لان لو قضيت على الاقطاع بالكلية ادى الى ايه؟ مصر ما بقاش عندها حتى قطن طويل التيل اللي هي كانت بتتباهى بيه على البلاد. كانت مصر في الحرب العالمية الأولى والثانية كانت بتطعم العالم كله قمح، بل قبل الفتح الإسلامي أوروبا كلها أيام الرومان كانوا بيطعموا أوروبا كلها بالقمح المصري المزروع في الواحات. كانت الواحات دي كلها أصلا، الواحات البحرية والواحات الداخلة والخارجة، كل دي كانت مليانة أبيار من أيام الرومان. وكان الزارع المصري بيزرع قمح يتجمع ويروح على اوروبا تاكل، قعدوا كده 600 سنه مصر بتاكل اوروبا. فهمت ازاي؟ كل ده ضاع. فهمت ازاي؟ ضاع بسبب سوء الاداره وبسبب سوء فهم الاحكام الشرعيه، ولكن ده قدر الله، فعلينا ان نصبر على قدر الله ونقول يا رب سلم، هنعمل ايه؟ لكن في نفس الوقت بنصبر على قدر الله، لكن نعرف الفتن اللي احنا عايشين فيها حتى نتجنبها ونستفيد من الماضي، فلا نقع فيما وقعنا فيه في الماضي ونعيد تاني مرة اخرى. واصبح كل استثمار في مصر الان يعملوا ايه؟ امور استهلاكية، يبني لك عمارات، يشق طرق، يعمل لك مش عارف كباري. طب والناس هتاكل كباري؟ هتاكل عمارات؟ هتاكل بتاع؟ يعمل لك مش عارف الادارية الجديدة. طب والادارية الجديدة دي طرق ومنشآت وبتاع. طب المنشآت دي علشان اسكن فيها عايز فلوس، والفلوس دي عايزة رواج اقتصادي، والرواج الاقتصادي لا يكون الا بانتاج. فين الانتاج؟ فهمت ازاي؟ وبالتالي احنا قاعدين ماشيين في ادارة تزيدنا فقر، وتكتر المباني وتكتر البتاع، وتبقى قدامك الشقة ومش عارف تسكنها لانك معكش الفلوس اللي تشتريها. فهمت ازاي؟ ويبقى الناس قاعده مع بعض 10 اسر في شقه واحده، والشقق كتيره بره، بس ما يقدرش يطلع يشتري شقه بمليون جنيه لانه معهوش المليون جنيه.
طب اعمل انت مشاريع انتاجيه هيبقى مع كل واحد مليون جنيه يقدر يشتري اي شقه لانه بيكسب. اعمل مشاريع تكسب الناس. فهمت بقى ازاي؟ نفس الاداره ماشيه بنفس الطريقه. فهمت ازاي؟ فلازم اننا تاني مره اخرى نعيد الانتاج ونقلل الاستيراد ونرجع بعد كده دوله منتجه نطعم العالم كما كنا نطعم العالم. فهمت ازاي؟ ساعتها هتقدر تشتري الشقق في الايه؟ في العاصمه الاداريه الجديده وفي القاهره الجديده وفي كل حته، لان بقى معاك انتاج ومعاك اموال وتقدر تسمر حياتك. انما ايه فرحتي ان انا اعمل مئات المساكن ومئات المدن والشباب معهوش اصلا فلوس يشتري غيار داخلي مش يجيب شقه؟ فيعني الناس الله السلام. فهمت ازاي؟ مش معنى اننا بنقول اننا نرضى بالواقع اننا نستسلم للواقع. لا، ازاي نحول الواقع بقدر الامكان الى طريقه تؤدي الى اداء العباده بالصوره الطيبه، والناس لا تعبد الله الا اذا امنت على رزقها وعلى حياتها. فلابد تؤمن للناس ارزاقها وتؤمن للناس حياتها عشان تعرف تعبد ربها وتعمر الارض وتخرج ايه الطاقات والايه والكفاءات بحيث ان يطوروا حياتهم. لان عمر ما انسان مبدع يعرف يبدع ويغير الحياه الى صوره افضل وهو جائع وغير امن على رزقه وساكن في منطقه عشوائيه والمجاري طافحه تحتيه، هيبدع ايه بقى؟ وهو طول النهار قاعد بيعاني. فهمت؟ عشان كده النبي بيقول لك ايه؟ اراد ان هو يكافئ الانصار ويقطع لهم ايه؟ يقطع لهم البحرين، اقطعه. قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين. أهل فضل بقى الأنصار، مش عايزين يختصوا بحاجة، عايزين. عشان كده ربنا إيه قال عليهم ومن يوق شح نفسه، مش يقولوا قال الحمد لله رسول الله ادانا ادينا يا رسول الله، ما عندهمش استشراف للدنيا. فهمت إزاي؟ يعني عندهم حب إيه الإيثار، يسموها إيه في التصوف الفتوة، مقام الفتوة عند التصوف، هذا المقام يسموه مقام الفتوة في كتب التصوف، اللي هو مقام ايه الايثار. ايه هي الفتوة بقى؟ الفتوة انك انت تقدم مصلحة الغير على مصلحتك. دي حاجة لا يستطيعها الا ايه الانسان الذي زهد في الدنيا وكل همه الاخرة. فقالوا لا الا ان تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها. قال إما لا فاصبروا بقى، طالما أنتم مش عايزين يبقى اصبروا بقى حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. فهمت ازاي؟ يعني تمنعوا من كثير من المصالح والولايات، فعليكم أن تصبروا إذا ظلمتم بقى. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. وعنه به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وكان النبي يقول هذا كلما رأى أي زينة من زينات الدنيا. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال فاغفر للأنصار، ما كان فأصلح، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وعن أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. يقولوا كده وهم إيه بيحفروا، يعني عشان إيه يسلوا نفسهم في الحفر، يقوموا يعملوا نغمة، يقوموا إيه زي المصريين كده يقول لك هيلا هيلا هوب صلي على النبي هيلا هيلا هوب، وهو قاعد ايه طالع السقاله وشايل الطوب قد كده مسكين، لكن طول ما هو طالع بيصلي على النبي ويقول لك هيلا هيلا هوب صلي على النبي، واخد بالك؟ يقوم ايه يدي له همه ينسى الجهد اللي هو ما بيعمله. فهمت ازاي؟ كان الحكايه دي من ايام النبي والعرب بتعملها عموما، فكانوا يعملوا كده يقولوا ايه يقولوا الكلام ده وهم بيحفروا الخندق.
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. وعنه به قال: حدثني محمد بن عبيد الله قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. أحيانا النبي يكسرها الشعر عشان إيه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يوم يتعمد يكسر القافية صلى الله عليه وسلم، فإيه فاغفر للمهاجرين والأنصار، غير القافية. فهمت إزاي؟ باب: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني حاجة خصاصة، يعني حاجة، يعني يبقى هو جائع وأنت جائع وليس يوجد طعام إلا يكفي واحد، يقوم يعمل إيه؟ يدي لك أنت تشبع ويقعد هو جائع. أدي معنى الإثارة. يبقى أنت بردان وهو بردان وما فيش إلا غطى واحد، يدي لك الغطى أنت تتدفى ويقعد هو بردان. أدي الإثارة. فهمت بقى؟ وعنه به قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما مع إلا الماء. يعني في راجل ضيف نزل عند النبي عايز يضيفه يأكله، فبعث إلى نسائه بيوته التسع كلهم ردوا عليه قالوا: ما عندناش في البيت الا ميه. شوف قد ايه بقى بيوت النبي ما عندهمش الا ميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم او يضيف هذا؟ قال للصحابه بقى: مين ياخد الضيف ده يعشيه النهارده او ياكله؟ فقال رجل من الانصار: انا. فانطلق به الى امراته فقال: اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. يبقى دل على أن هذا الزمن اللي جاء فيه الرجل ده كان زمن قحط في المدينة، والإيه والطعام قليل، كان يمر النبي أحيانا يحصل كده قحط شديد وغلاء شديد ولا يوجد طعام في البيوت، ولكن أهل المدينة كانوا برضو عباد وصالحين ما كانوش يشتكوا يصبروا. فيبقى دل على أن الزمان ده كان زمان قحط. فلما راح الراجل خد الضيف ده والأنصاري وداه بيته بيقول لزوجته: حضري طعام لي. قالت له: ما عندناش إلا قوت أطفالنا بس، حتى أنا وإنت كنا هنبات جعانين، كنا هنأكلوا العيال ونبات جعانين إحنا الاتنين. شوف قد إيه، يعني ما فيش حاجة خالص، ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، يعني أصبحي يعني إيه يعني ولعيه، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. إيه يعني الصبيان جعانين، تقوم أمهم تقول لهم: إيه استنوا هطبخ لكم شوية، استنوا لما الأكل يجهز، استنوا لحد ما العيال يناموا من التعب. أدي معنى نيمي عيالك. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، نفذت تعليمات زوجها، صلاح الرجل وصلاح الزوجة. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. قامت بقى كأنها بتصلح الايه المصباح فأطفأته. ليه أطفأته؟ عشان الطعام اللي أمام الضيف لا يكفي إلا الضيف، ولو المصباح عالي والع هيشوفهم ما بياكلش معاه، فايه الضيف يستحي إنه يأكل وصاحب البيت لا يأكل. فهمت ازاي؟ فهي عملت نفسها بتصلح المصباح فراحت أطفأته. كويس؟ كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان، يعني إيه يمثلوا في الضلمة أنهما بيأكلوا وهو ما فيش أكل وهو إيه يأكل. فبات طاويين يعني جائعين. فلما أصبح في صلاة الصبح بقى غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عرض على النبي اللي فعله الصحابي ده الأنصاري في بيته. فلما النبي شافه في صلاة الفجر فقال صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما.
ضحك يعني معناه كمال الرضا، يعني أن الله رضي، فنسبت الضحك إلى الله معناه كمال الرضا وليس حاجة غريبة والله. حاجة اوعى تفهم كده، اوعى تفهم كده يا أستاذ تبقى مش فاهم اللغة العربية، فاهم؟ لأن الإنسان لا يضحك إلا إذا كمل رضاه، فضحك الله معناه إيه؟ كمال الرضا. غاية الضحك إيه؟ كمال الرضا. فليس هو الفعل ذاته، لكن هو إيه؟ أثر الفعل نفسه. فهمت يا سيدي؟ فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، ونكتفي بهذا القدر، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.